لم يتقبل الكثيرون من الطرابلسيين قول رئيس تيار المستقبل سعد الحريري إن موقف الوزير أشرف ريف الأخير من قضية ميشيل سميحة لا يمثلني. عيب على سعد الدين الحريري هالأعمال كلها. طيب. نحن لفظناه بطرابلس وأنا بتحدى يعمل استفتاء بطرابلس وشوف شعبيته شو هي. كمان الحريري ما مثلنا نفس الشيء. لانه اذا بده يقعدوا برا هو هبر يعمل لا هذا الحكي مو صحيح. حريري لما اجى لهلا ما عملنا شيء، ضرنا ما نفعنا. الله يرحم ابو الحريري يعني، بس حريري هلا ما له شيء بطرابلس. نحن ضمنا اشرف الريفي، انا مع اللواء اشرف الريفي طبعا انه سميحه يفوت على السجن، بس مني معه بنقطه انه يطلع عن 14 ادار. كان المفروض كل الكل يوقفوا مع اشرف الريفي لانه كان محق.